بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس. حلقه النهارده ان شاء الله تعجبكم، هنتكلم فيها في الجزء الثاني هيكون ضيفنا اسلام سامي، هنتكلم على الجانب الفني لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد التي ستقام بالجزائر غدا باذن الله، وكل التمنيات بالتوفيق للنادي الاهلي بالفوز والعوده منتصرا باذن الله. النهاردة الخبر الأول وهو الأهم، أنه رسميا تم تقديم حسام حسن كمديرا فنيا لمنتخبنا الوطني في مؤتمر صحفي أنيق. الحقيقة المؤتمر كان جيد، حسام وإبراهيم وجمال علام الثلاثة لبسوا يعني بدل نفس الشكل. حسام حسن يعني واضح أنه الأمل في 2026 كأس العالم وبرقمه المحبب ليه وهو رقم 9، اعتقد كانت لفته طيبه من الاتحاد بهذا الشكل. ابراهيم طبعا هيبقى رقم 2، المشكله بس لحسن الاثنين يطمعوا يقول لك عايزين نلعب، فحسام يرجع راس حربه وحسام يرجع باك رايت. ان شاء الله مهمه كبيره ومهمه مهمه جدا، ابراهيم يرجع باك رايت وحسام راس حربه، والله وحشونا في الملعب يعني. اثنين لعيبه ما حصلوش، خلي بال حضراتكم ما حصلوش يعني. نتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله والنجاح. المؤتمر كان هادئ وكان جيد والاجابات كانت جيده والحضور كان مكثف زي ما انا توقعت. استاذ جمال علام قال كلمه ورحب بيهم وتمنى لهم التوفيق، لكن تعالوا نشوف حسام حسن قال ايه بعد ما تم تقديمه كمديرا فنيا لمنتخبنا الوطني وشقيقه ابراهيم مديرا للكره في المنتخب الوطني المصري. محمد صلاح من الناس العناصر اللي ابهرت العالم. اعتقد ان كل الناس في الوقت اللي لعيب زي محمد صلاح بيبدع خارج مصر او داخل مصر الناس كلها بتشيد بيه بشكل كبير جدا. محمد صلاح عنصر مهم جدا لمنتخب مصر ان شاء الله. اعتقد ان كل اللاعبين في العالم بيبقوا في تحت النقد او قدام النقد في كل حته في العالم، لكن احنا على المستوى الشخصي كل اللاعبين مهمين جدا جدا لينا. محمد صلاح مش عايزين نفنط اللاعبين، محمد صلاح وتريزيجيه ومش عارف الشناوي، كل اللاعبين مهمين جدا وتحت قيادة المنتخب الوطني، تحت قيادة الجهاز الفني. كل من يساعد على نجاح وانتصارات وفرحة الشعب المصري فهو هيكون موجود ومهم جدا بأدائه وإخلاصه. برضو أكمل كلام الكابتن حسام، يعني عشان أنا عارف إحنا في مصر المتداول بيبقى واحد، الموضوع زي ما قال الكابتن حسام، محمد صلاح واللعيبة كلها، لعيبة كلها مصرية سواء لعيبة المحترفين الخارجيين أو الداخلين، فكل احترام ليهم. وكل واحد زي ما قلت وزي ما الكابتن حسام قال، أي واحد هيشتغل بقلبه وهيعمل تيشيرت المنتخب مصر هنشيله فوق دماغنا تاني بكرر. فالكلمة أول في ناس، بعض الناس اللي هي عايزة تتداول الموضوع على طول ملهوش أي لازمة. وفكركم بس، محمد صلاح هيبقى مع الكابتن حسام حسن حاجة تانية خالص على مستوى منتخب مصر، وافتكروا الكلام، افتكروا. يعني على سبيل المثال اللعيب الجميل شيكابالا كان مع نادي الزمالك، الوقت اللي اشتغل مع حسام حسن فيه خد احسن لاعب في مصر، خد هداف الدوري المصري لو تفتكروا سنة من السنين، فدي كانت احسن اوقاته، وده من كان من احسن اللعيبه او كان ساعتها نجم الكره المصريه في الوقت ده والناس كلها كانت بتراهن. فحسام حسن بيعرف يشتغل مع كل لعيبه كويس قوي، وحسام حسن النجم كبير شبعان كل حاجه. فبقول للناس اللي هي بتولع نار وبتعمل الحاجات دي بطفي لهم النار من بدري، او اهو مفيش الكلام ده، كل اللعيبه عندنا مهمه جدا. محمد صلاح عمل تاريخ اوروبي كبير وعالمي كبير جدا، وجوده وتعبه في الملعب مع زمايله المحترفين ده داخل مصر وخارج مصر هيكون موجود فوق، يعني هيلاقي كل الدعم من الجهاز ودعم مننا كلنا انه يبقى في احسن حته ونخليه يشتغل ويوصل لاحسن حاجه هو عايزها. وزي ما قلت لكم مع حسام حسن هيبقى حاجه تانيه، واتمنى ان شاء الله الموضوع ده احنا كداخل مصر نطفيه خالص بعد اذنكم. يعني
كل التمنيات لحسام حسن وابراهيم حسن بالتوفيق يا رب ان شاء الله، ربنا يكرمهم وتبقى مسيره موفقه. وهو حسام قال انا كان نفسي ابقى مدير فني لمنتخب مصر والامل تحقق وبالتالي او الامنيات تحققت، وبالتالي ان شاء الله كلنا بنساند بكل قوه لصالح منتخبنا الوطني ومدربنا الوطني. منذ ايام انتهت كاس الامم الافريقيه اعزائي المشاهدين، وكانت باداره عربيه لحكم واضح من ساعه ما شفناه انه من الحكام الجيدين بل الممتازين الحقيقة. سنه صغير جدا 32 سنة، لكنه كل المباريات اللي بيلعبها الحقيقة بيحصل على ثقة الناس واحترامهم وتقديرهم. دحان بيدا الحكم الدولي الموريتاني الذي ادار المباراة النهائية معنا على الهاتف. كابتن دحان مساء الخير عليك، ازيك معنا عبر زوم عفوا. مساء الخير عليك يا كابتن، ازيك، الف مبروك. اعتقد لحظات فخر وسعادة، يمكن انت اكثر الناس فخرا لانها منذ عام 88 مع الحكم الدولي الموريتاني ادريس اسار تعود الصافره مره اخرى موريتانيه لاداره هذا الفاينل. مساء الخير كابتن شوبير، وشكرا لكم على الاستضافه، ومساء الخير على جميع المتابعين وعلى جميع الامه العربيه ان شاء الله. مساء الفل عليك. يعني صف لي احساسك من عام 88 ما فيش حكم موريتاني ادار هذا اللقاء، بيعود دحان بيدا صاحب ال 32 سنه، حكم شاب جدا بيدير هذا اللقاء. اكيد شعور بالفخر وشعور بسعاده يعني كبيره عن الواحد، ربنا كرمه انه يكون في النهاية بطولة كيف بطولة افريقيا، والحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين عن الحمد لله من المباراة بدون اي مشاكل، واكيد فخر واعتزاز وشرف كبير. كابتن عندك 32 سنة، انت بدأت التحكيم وانت عندك كم سنة؟ خدت الشارة الدولية وانت عندك كم سنة؟ وانت ما شاء الله في سن صغير بتحصل على شرف إدارة المباراة النهائية وأصعب المباريات اللي حكمتها واللي وصلتك أن أنت تكون في فاينل إفريقي. الحمد لله رب العالمين، أنا تحكيم ابتديت يعني بالبروفيشنال يعني ابتداء من 2015، يعني قبل هذا كان تحكيم على المستويات يعني السنية الصغرى وأكيد في الدوري الهواة، لكن على المستوى المحترفين كان 2015. نعم. بالنسبة للشارة الدولية 2018، والحمد لله يعني شاركت في عدة بطولات يعني قارية وإفريقية، والحمد لله رب العالمين. هذه بطولة إفريقية، هذه كانت ثالث بطولة الحمد لله شارك فيها بعد مصر 2019 والكاميرون 2021. مصر مع موزمبيق وأنجولا مع ناميبيا، وبعد كده ما ظهرتش خالص. هل كنت قلقان انك ممكن ما تكملش المسيرة، ولا كان عندك ثقة، ولا كانت مفاجأة سارة بالنسبة لك انك تلعب المباراة النهائية؟ وعرفت امتى انك هتلعب المباراة النهائية؟ انا في البطولة جيت انا عندي ابروفال كحكم وكفي ار، وبالتالي كنت احيانا اكون حكم واحيانا اكون في ار. في هذه البطولة حكمت نعم. 5 مباريات في ار و3 مباريات كحكم، يعني لما ما اكونش مباراة كحكم تكون نعم. عندي غالبا في ار، بالتالي الحمد لله رب العالمين. هو لما يكون واحد عنده مباراة كحكم أو كفيار هو تكليف، بالتالي نعم. لازم يجي أداء المفروض من الناس الواثقة فيه، ولازم يجي المسؤولية على يتموش. طيب السؤال دلوقتي انه خلاص احنا بنتكلم على كأس العالم على الأبواب، واسمك من الأسماء المرشحة للتحكيم في كأس العالم، ازاي شايف الخطوة دي وايه اللي مطلوب منك عشان ان شاء الله تبقى متواجد بشكل نهائي في كأس العالم؟ طبعا هذا شرف كبير عن الاتحاد الافريقي حط في الثقة ياكن شارك في البطولة كيف كأس العالم. طبعا هذا الكورس هذه بري سيلكشن، يعني هذه القائمة الأولية، ما هي هي ليست قائمة نهائية. نعم. والواحد لازم يشتغل ياك ان شاء الله يكون في القائمة النهائية اللي يتخرج بعدين. وان شاء الله اشتغل على نفسي ونطور من نفسي كل يوم ان شاء الله رب العالمين يوفقني يكون في القائمة النهائية ان شاء الله. متى علمت انك هتدير المباراة النهائية؟ طبعا كيف اي مباراة 48 ساعة يخرجوا قبل المباراة يخرج التكليف. نعم. في اي مباراة بس بقى في مؤشرات بتبقى في مؤشرات بينها كابتن شوي، يكون في احساس عند الواحد عن انه ممكن في المباراه، لانه ما في بلده ما هو موجود، ما فهم بلد من يعني عده عوامل،
لكن ما يقدر واحد يعرف كانوا في نعم، التعيين قبل 48 ساعة. وجود السيد احمد ولد يحيى في البورد بتاع الاتحاد الافريقي وكنائب رئيس الاتحاد الافريقي، هل بيساهم بيساعد بيساعدكم حتى ولو معنويا انه تبقوا موجودين بهذه المكانة الممتازة؟ طبعا وجود الرئيس احمد اليحيى في اتحادية كرة القدم الافريقية واتحادية كرة القدم الموريتانية هو يعطي دفع لجميع مكونات كرة القدم، ومن نعم ضمنها طبعا نعم تحكيم تطور جدا. وانا بالمناسبة انا جيت فترة الرئاسة الاولى لاحمد اليحيى، نعم بالتالي تطور التحكيم، ويعني جاونا خبراء دوليين و يعني ثم عملوا كورسات على التحكيم يتطور، نعم بالتالي هذا كله من تطور منظومة كرة القدم بصورة عامة، وأكيد التحكيم بصورة خاصة أكيد هذا مفيد. راضي عن نفسك بدرجة قد إيه في إدارتك للمباراة النهائية؟ والله شوف، هو أنا ما نحكم على نفسي، نعم، تحكم علي الآخر. بس برضو الواحد ساعات بيخرج حاسس بالرضا يعني. الحمد لله نعم الحمد لله، يعني الأفعال اللي شفت من الناس أغلبيتها إيجابية، ولو أن ثم أكيد ردود سلبية، وهذا شيء طبيعي، واحد نعم ما فيه بيرفكت، دائما يكون هناك أمور ناقصة لازم يشتغل عليها، نعم لكن الحمد لله رب العالمين، الشعور يعني العام الحمد لله بالرضا. شايف ان ظهور الحكام العرب في هذه البطولة كان مختلف، ادوا انطباع جيد للتحكيم العربي، وهل فكرة وتجربة الراحل سعيد بالقولة بتراودك وانت في كأس العالم؟ والله الحمد لله التواجد كان الحمد لله أكثر من ممتاز، لأنه جميع المباريات اللي أدارها الحكام العرب ما كان فيها أي مشاكل، نعم وبالتالي لله هذه هذا فخر. وأكيد التحكيم الإفريقي بصورة عامة في تطور كبير، لأنه هذه البطولة كانت حسب الانطباعات اللي شفنا وقرينا عنها هي أكثر بطولة نجاح من الناحية التحكيمية، بالتالي هذا أكيد فخر واعتزاز. بالنسبة ل 98، يعني نعم لما بقول أرحمه حكم نهائي كأس العالم، أكيد كان هذا فخر جميع العرب وفخر جميع العباقرة، بالتالي أكيد هذا طموح الإنسان أنه يعمل نفس الشيء، وإن شاء الله رب العالمين يوفقنا رب العالمين، ولما لا ما نعود نفس الإنجاز، وإن شاء الله يوفقنا رب العالمين، إما أنا وأحد من زملائي العباقرة. ولما لا، كلمة جميلة جدا بحب أختم بيها معاك، وبشكرك شكرا جزيلا، وبنقل لك تهنئة الشعب المصري وتهنئة كل عناصر الرياضة في مصر، كابتن دحام بيدا حكم الدوري الموريتاني اللي شرفنا في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا لك. كان مهم ان احنا نكرم الراجل لانه بالفعل كان ممتاز. نروح للنادي الاهلي اعزائي المشاهدين والمتابعين، الاهلي اختتم تدريباته، كولر قال تصريحات هناخدها مع ضيفنا اسلام سامي، اتكلم عن المباراه وعن صعوبتها، وان هو بقاله سنه ونص مع النادي الاهلي وشاف القصه شكلها عامله ازاي. طبعا عارفين غيابات النادي الاهلي شكلها عامله ازاي، لكنه الروح جيده، ويعني ان شاء الله باذن الله الامل في الله سبحانه وتعالى ان الاهلي يعود بنتيجه طيبه، اما الانتصار او على الاقل التعادل رغم الغيابات، لكنه في حاله من يعني عايز اقول مش الاطمئنان ولا الثقه، لكن انا الروح العاليه مع الفريق على اساس انه ان شاء الله المباراه ربنا يكرمهم ويعدوا بيها على خير. الاهلي في الصداره ب5 نقاط، نفس الرصيد لمديامة، لكن شباب بالازداد 4، في حاله فوز الاهلي يبقى 8، يبقى ان شاء الله يخطو خطوه كبيره جدا. الاهلي بعد كده طالع على مديامة الغاني في غانا، وبعدين ينهي مبارياته مع فريق نادي يانج افريكانز في القاهره ان شاء الله يا رب بالتوفيق باذن الله. رامي ربيعه قال طبعا عارفين انه الجمهور وعارفين الارض، لكن احنا ما بنفكرش في ده، وبننتظر ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ورضا سليم اتكلم على انه تجاوز المرحله الصعبه بفضل الصبر، واتكلم على انه الاهلي فريق بطل دائما وابدا باذن الله. قبل ما اروح لمباراه النهارده اعزائي المشاهدين، اتحاد كره اليد قرر انه مباراه الاهلي والزمالك في الهاندبول تقام بكره في ميعادها وفي صاله اكتوبر الدوليه، لانه بعتوا لجنه فنيه واقرت بصلاحيه الملعب. النهارده كان عندنا مباراتين اعزائي المشاهدين والمتابعين، المباراه الاولى جمعت ما بين او المباراه الثانيه اللي هنبدا بيها الاسماعيلي وسيراميكا، وانتهت بفوز النادي الاسماعيلي، فوز كان مهم جدا للنادي الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد،
الاسماعيلي بدأ بالتهديف مبكرا، لاعب صاعد واعد جدا نادر فرج، بنقول له هايل، والولد عنده 21 سنة شكله كده هيبقى مهاجم جيد، بس يا رب يحافظ على نفسه. بعدها كمان نجح الاسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي انه يضيف الهدف الثاني، تقدم 2-0 نادي الاسماعيلي. الكره تشوفها من الاول كده تقول انها ممكن يكون فيها تسلل، لكن ما فيهاش تسلل على الاطلاق، والهدف صحيح بنسبه 100%، تمركز خاطئ لكل مدافعي نادي سيراميكا كيلو بكر. رغم طرد احمد ياسر ريان في الثواني الاخيره من الشوط الاول، الا انه فريق سيراميكا نجح في العوده بهدف ولا اجمل لصديق اجوله، خلى النتيجه بقت 2-1. ده كان مع الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني، وحاول سيراميكا جاهدا انه يصل الى هدف التعادل، لكنه المباراه انتهت بهذه النتيجه. البلديه بيفجر مفاجاه كبيره وبيفوز على مودرن فيوتشر في اول مباراه. بص الجون وجماله بقى، بص خلي بالك هنا، خلاص هنا جنش. بص الولد بقى، بص اسلام واحد، بص اسلام اتنين، بص اسلام التالتة، بوم 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 بوم، جون ما فيش اجمل من كده. اسلام مرزوق في الدقيقه 38، وحافظ فريق البلديه على الانتصار حتى نهايه اللقاء. حاجه جميله جدا والله العظيم لبلديه المحله، رفع رصيده الى 13 نقطه بنفس رصيد مودرن فيوتشر، لكن مودرن فيوتشر من 9 مباريات والبلديه من 11 مباراه، والاسماعيلي رفع رصيده الى 11 نقطه من 11 مباراه. ده كل ما لدينا، وعندنا اختيارات وكل حاجة موجودة عندنا، لكن هنخليها مع إسلام سامي، عشان كده هنروح لفاصل بسرعة، ثم إسلام سامي والتحليل لمباراة الأهلي وشباب بلوستاد. يخوض الأهلي اختبارا صعبا مساء الجمعة عندما يواجه مضيفه شباب بلوزداد الجزائري على ملعب 20 أغسطس بصافرة الرواندي صامويل أويكوندا في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. المباراة تم تأجيلها منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب مشاركة نادي القرن في كأس العالم للأندية بالسعودية، والتي عاد منها بالبرونزية بفوزه الكبير على أوراوا ريد الياباني. الأهلي حامل اللقب يسعى للعودة بنتيجة إيجابية يحافظ بها على صدارة الترتيب بعد أن حصل على 5 نقاط في الجولات الثلاث الأولى من فوز على ميديام الغاني، ثم تعادلين مع يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري. الفريق الجزائري هو الآخر يأمل تحت قيادة مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا تحقيق الفوز والتقدم للصدارة، علما بأنه يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز على يانج أفريكانز وخسارة أمام ميدياما. الأهلي يفتقد العديد من نجومه بسبب الإصابة والإجهاد، على رأسهم الحارس محمد الشناوي والثنائي الأجنبي أليو ديانج وبيرسي تاو، لكن السويسري مارسيل كولر يملك الكثير من الأوراق الهامة، على رأسها ثلاثي الخط الأمامي حسين الشحات ومحمود كهربا هداف الفريق في هذه النسخة، والمغربي رضا سليم العائد من الإصابة. يعول أصحاب الأرض على خبرات بعض اللاعبين وأبرزهم ثنائي الوسط عدلان قديورة وعبد الرؤوف بن غيث، بالإضافة للمهاجم الكاميروني ليونيل وامبا. هذه المباراة ستكون الثانية بين الطرفين في الجزائر بعد أن لعبا بمرحلة المجموعات في نسخة 2001، وتفوق الأهلي بهدف إبراهيم سعيد. الاهلي في ضيافه شباب بلوزداد، التحليل والجانب الفني واسلام سامي. مساء الفل يا اسلام. مساء الفل يا كابتن، اخبارك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله 100 100، كله زي الفل الحمد لله. توقيت المباراه في صالح الاهلي ولا مش في صالح الاهلي؟
لا توقيت المباراه صعب على الاهلي بالتاكيد وجهه نظري. اه طبعا لان الاهلي بقاله فتره كبيره ما بيلعبش مباريات، والقائمه الاساسيه الفرقه كلها كانت موجوده للمنتخب مع المنتخبات الوطنيه بتاعتها، رجع له ناس مرهقه، رجع له ناس مصابه، رجع له ناس بعيده عن اللعب، اللعيبه نفسها المجموعه ما لعبتش مع بعض، مفيده للمجموعه اللي كانت مع الراجل يعني اللعيب زي وسام ابو علي، رضا سليم، اللعيبه اللي خدت وقت، عمرو السوليه كان بعيد بقاله فتره، كل دول في معسكر اعتقد هم دول اكتر المستفيدين ان هم يرجعوا يبقوا في التاني، اللعيبه اللي ما كانتش مع المنتخبات يعني. لكن الغيابات اللي التقرير حتى اتكلم عليها غيابات مؤثره. احمد نبيل كوكا طبعا غايب لوالده، غايب للاصابه اصلا، طبعا الاصابه ثم والده وفاه الوالد ربنا يرحمه، ديانج، بيرسي تاو، اسماء مهمه واساسيه طبعًا. يعني وسام ابو علي نفسه، اه طبعا وسام ابو علي لسه وافد جديد، والاهلي لسه بيشوف يعني مودست مثلا، اعتقد اللي بنسمعه ان الراجل عامل ماتشات كويسه جدا كويس. وبقى فت وبقى، فطبعا التوقيت صعب على الاهلي خاصه ان الدوري الجزائري ما وقفش. ده صحيح، هم كمان عاملين مباريات كويسه وماشيين كويس وبيكسبوا على طول، فدي نقطه محوريه مهمه ان هم فت ورجلهم في الملعب، والاهلي بقاله كتير ما لعبش ولا مباراه رسميه، واللعيبه ما بين الاجهاد والاحباط وحاجات كتيره جدا، لكن دايما الاهلي في الظروف اللي زي دي بيعرف يلم نفسه. طيب المجموعه متقاربه، الاهلي 5 يانج افريكانز 5، شباب بلوزداد ومدياما 4، فوز مدياما على شباب بلوزداد خربت المجموعه زي ما بيقولوا، رجع يانج افريكانز كسب خارج ملعبه وظبط الدنيا بالنسبه له شويه، شاف لسه التقلبات هتبقى موجوده في المجموعه، موقف هيتصعب على الاهلي، ولا الاهلي ان شاء الله باذن الله في كل الاحوال ان شاء الله هيتاهل؟ لا ان شاء الله هيتاهل، انا تخيلي باذن الله ان شاء الله هيتاهل، لان ده السيناريو الطبيعي. مباراه بكره مباراه مهمه لان تخلي بلوزداد يطلع للصداره، والاهلي مطالب حاله المكسب بلوزداد. لا يعني انا قصدي هو حوافزهم كبيره، حوافز، لكن اتمنى ان الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه على الاقل التعادل، لان ده الماتش الاصعب، لان الاهلي عنده ده ثم ميدياما في غانا، هم فرقه متوسطه ممكن، لعبوا على فكره ماتش كويس قدام الاهلي وقدام بلوزداد، عملوا ماتش كويس الشوط الثاني، وعندهم لعيبه ملعبهم مش سهل، نجلته مش حلوه، تفاصيله كتير يعني، لكن بيلعبوا في ملعب كتوكو، وملعب صعب يعني. بس اتمنى ان شاء الله الاهلي بكره يرجع بنتيجه ايجابيه، وقادر انه يرجع بنتيجه ايجابيه يا كابتن. 5 جوليا ملعب صعب وكل حاجه، لكن الكوره هناك بتلعب كوره حلوه على ملعب كويس، فلعيبه الاهلي تقدر، خاصه ان فرقه شباب بلوزداد عندها مشاكل في الحاله الدفاعيه كتير جدا. يلا نتكلم على شباب بلوزداد، دي لقطات يا جماعه من التمرين، نادي الاهلي في الملعب الرئيسي بتاع المباراه، ده التمرين الوحيد اللي ادى الاهلي هناك، لان الاهلي كان ادى تدريب الاربعاء في القاهره ثم غادر وتدرب اليوم، وان شاء الله المباراه غدا في تمام الساعه 9 باذن الله. يلا بينا، يلا بينا، بسم الله نبدا كده على طول على هجوم شباب بلوزداد عشان نشوف الفريق ده بيهاجم ازاي، فالاهلي يتعامل ازاي معاه، خاصه انهم عندهم عناصر مهمه في الخط الهجومي، عندهم وامبا اللعيب الكاميروني ده لعيب قوي ولعيب كويس. وعندهم بالتاكيد ميزيان، هنا احنا بنتكلم على الصوره اللي احنا شايفينها دي، ان هم كابتن فريق بيحضر الكوره بهدوء كبير جدا، ما عندوش اي ازمه انه يحضر الكوره وياخد وقته ويعتمد على لعيبه نص الملعب ويبداوا يحضروا الهجمه. المهم بالنسبه لهم ان هم دايما بيهاجموا بخمس لعيبه، طرفين الملعب دايما متقدمين، الباك رايت والباك ليفت مع الثلاثه اللي قدام، وامبا اللعيب بتاع المهاجم دايما بينزل يستلم الكوره بين الخطوط طول ما هم مسيطرين على الكوره، ما عندوش ازمه خالص ان هو ينزل يستلم بين الخطوط في وسطهم. جزء مهم جدا من شغلهم الفني الشكل اللي احنا عاملينه ده، ان هو بيروح يعمل زحمه او بيعمل زي ما بيتقال كده اوفرلود على طرف من اطراف الملعب، فهتلاقي 1 2 3 4 بيعملوا مجموعات لعب على الاطراف سواء اليمين والشمال، وبعدين الكره تتغير بالاتجاه، هم الاحمر يا جماعه، هم الاحمر بالظبط، وبعدين الهجمه دي الاربعه دول ترجع عشان يغير اللعب تماما للراجل الباك رايت او بالعكس الناحيه الثانيه، بيجمع اللعب كله عشان يروح يحط زميله في موقف واحد على واحد. هنا كان بيلعب الكره دي على حسين بن عياده اللي كان بيلعب في الماتش ده باك رايت، نفس الشكل هو بص عليك 1 2 3 وفي واحد في نص الملعب. بص اللي في نص الملعب ده، وده من اخطر اللعيبه اللي بيعملها رؤوف بن غيث، التحرك، بص بقى المساحه ما بين الاثنين الزرق اللي في خط الدفاع كبيره ازاي. هو هنا دايما بيجمع ده، ودايما في لعيب بيجي مخترق هنا. في دور بمنتهى الاهميه على مروان عطيه، على امام عاشور، على السوليه لو في الملعب، على قفشه، ان يا جماعه لعيبه نص الملعب دي ما تستلمش وما تجيش بوشها في المساحات الفاضيه دي، لان هم دايما بيجيبوا اجوان من اللعيبه اللي جايه مكمله. الراجل بيستلم بين الخطوط، هيروح على طرف من اطراف الملعب، تعالى ناخد الصور اللي وراه على اليمين برضو يا كابتن، كمل بقى الهجمه عادي، لان هتلاقي نفس المنظر هو بص الراجل الراجل ابو ابيض ده بيحاول يتابع الراجل، نفس المساحه اللي ما بين المساحه الكبيره دي هم اللي بيخلوها عشان يتحرك. فاحنا هنا بنتكلم مثلا على مساحه ما بين معلول وعبد المنعم، لازم يكون في واحد، اللي كوكا عملها في مباراه اتحاد جده كويس جدا لما كان بيروح يلعب
مع لعيبه اتحاد جده عشان الراجل يروح يتحرك في المساحه دي يستلم الكوره في المساحه بعدين يلعب الكوره العرضيه. تعال ناخد شكل تاني اللي بيقطع هنا في الكوره دي الراجل عبد الرحمن مزيان. نعم. اللي رايح للكوره دي مزيان بيلعب طرف شمال او طرف يمين. لو محمد اسلام بالخير في الملعب هيلعب شمال فمزيان يروح يمين. نعم. بيقطع للقلب يا كابتن يعني بيجي من بره لجوه عشان يقطع ما بين الاثنين المدافعين بتوع الخصم ويحاول يستلم الكوره والكوره دي راح بعد كده وانفرد وشاطها على الجون. تعال ناخد اللي وراه اللي داخل جوه الاحمر اللي داخل لوحده في المساحه الفاضيه دي برده عبد الرحمن بن غيث. نعم. وعبد الرحمن بن غيث راح في الكره دي وعمل شكل خطوه. اذا احنا بنتكلم في منتهى الأهمية. عبد الرحمن بن غيث تحديدا هو. نعم. اللعيب اللي بيجي من تحت بيبقى بيحضر الهجمه ويلعب الكوره ويبدا هو يتسرسب كده بلغه الكوره. نعم. فجاه تلاقيه في قلب ال 18. نعم. ودي تبقى خطر جدا. فلازم لعيبه. نعم. الاهلي ونص ملعب الاهلي يكون صاحي جدا للراجل اللي جاي ده. نعم. دي في مباراه الذهاب اللي اتلعبت هنا في برج العرب تكمله من طرف من اطراف الملعب هيرقص هيروح دي الكره اللي جت في العارضه في الاخر. نعم. كانت اخطر فرصه. لكن انا اللي فارق لي الحركه ايه؟ بص الراجل ده عدى من كام واحد وراح. نعم. واحد مع رامي ربيعه واحد مع علي معلول الجناح. نعم. العكسي طول الوقت بيخش 18 واحد على 18 ده لسه اللي جاي كمان. نعم. ده بيتحول على طول لمهاجم. نعم. تاني تروح حط بطن. نعم. رجله جت في القايم ده غير. نعم. العرضيات هما فريق خطير في العرضيات. أيوه. اخطر ما فيهم في العرضيات المنظر ده. واحد اثنين ثلاثة اربعة. أيوه. عندهم مينيمم ثلاثة كابتن مثلا. نعم. في العرضية وبيكملوا بلعيبة نص الملعب. تعال ناخد اللي وراها سريعا عشان نبين بس الشكل ده ازاي يتعامل معاه كولر. بص برضه منظر العرضية الاثنين اللي بقول لحضرتك عليهم زي لقطة الاهلي. نعم. مهاجم الجناح على طول ده في ماتش يانج افريكانز هتتلعب الراجل هيسند ويشوط وبعدين هيقلش الكورة. المهم في الموضوع اطراف الملعب بيشتغلوا عليه كويس جدا. نعم. جدا بهدف انه يفتح عرض الملعب كويس قوي عشان. نعم. يخلي عبد الرؤوف بن غيث ولعيبه نص الملعب تكمل. نعم. لجوه. اعتقد كده الصوره واضحه شرح وتحليل جميل من اسلام لطريقه اللعب خاصه الهجوميه لفريق شباب بلوزداد. خلينا نروح لفصل ونرجع تاني. طيب يا عم اسلام كلمتنا على هجوم شباب بلوزداد وازاي الدفاع الاهلي يواجههم، ايضا بقى نتكلم على دفاع بلوزداد وازاي النادي الاهلي يهاجم ويقدر يسجل اهداف ان شاء الله. طيب هما بلوزداد الكابتن بيلعبوا 4-3-3. نعم. 4-3-3. نعم. واضحه يعني. تعال نبدا نشوف حالات الدفاع بتاعتهم. نعم. انا بشوف انهم عندهم عيب خطير جدا عند الراجل الباك رايت بتاعهم. نعم. مختار بالخيطر تمام، والظهير الناحيه الثانيه اللي هو لوفي. الاثنين. نعم. عندهم مساحات في ظهرهم. نعم. كبيره الاثنين. نعم. طول الوقت. فانا بتكلم هنا على اجنحه النادي الاهلي. نعم. حسين الشحات والناحيه الثانيه رضا سليم لو هيلعب او طاهر محمد طاهر ايا كان. نعم. الجناح لازم يشتغل ويستغل المساحات دي. تعال ناخد الصوره اللي وراها الراجل ده راح استلم هناك. بص يا كابتن هتتلعب الكره بالعرض. بص اللي راجع في الدايره ده لسه مختار بالخطر الباك رايت ده طاير طول الوقت. yeah. فهو الكره راحت. والراجل ده هيقف على الكوره. وهيلعب بالكره بالعرض. الصوره اللي وراها تعال ناخد الصوره اللي وراها وبيرفع. نعم. ايده. بص 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 يا كابتن مفيش اي حد حاول يروح له حتى الثلاثه. نعم. محدش خد خطوتين لورا. نعم. لغايه ما هتتلعب بعد كده الكوره وهو هيختار ان يلعب للراجل اللي جاي من ورا اصلا مش. نعم. هيلعب للراجل اللي بالعرض. تعال ناخد اللي وراها. أي. هترجع لورا والراجل ده هيحط وش رجله بعد كده ويشوط الكوره. فانا بتكلم هنا ان مختار بالخطر عشان كده انا متخيل لو حسين الشحات يلعب. نعم. في مركزه يعني ما يلعبش الناحيه الثانيه. لو رضا سليم اللي في الملعب مثلا. أوكي. لان رضا سريع ومتحرك. آه. وخفيف وهو لو فت. تعالى ناخد الصوره اللي وراها على طول عشان نبين المشاكل. نفس الجبهه اليمين هي هي الكوره هتتلعب دي ماتش يانج افريكانز برضو. نعم. هتتسند على الراجل بعد كده هتتلعب في ظهرهم هما الاثنين ومختار بالخطر اللي في القلب ده عشان الراجل ده يروح ينفرد لكن حارس المرمى طلع يتعامل معاه. ده اللي هيلعب اريكسس كوندوزي. اريكسس كوندوزي لانه رئيس مبلحي. في البعض بيقول عنده كسر في صباعه في البعض بيقول عنده مشاكل مع الاداره لكنه مؤكد انه هيلعب. مؤكد. واخر ماتشين لعبهم كمان. نعم. بالظبط اخر ماتشين لعبهم دي. نعم. مباراه الذهاب حسين. نعم. الشحات محطوط في موقف واحد على واحد برضو. نعم. مع الباك رايت اللي احنا بنتكلم عليه. نعم. هياخد الكوره وحسين هيعدي وهيرقص وطبعا هما كلهم بيتمركزوا على مش على خط واحد ودي الكوره اللي راكده لكهرباء وكان الجون فاضي. نعم. وضاعت. يبقى اذا احنا بنقول ان حسين لازم يتحط في واحد على واحد مع مختار بالخطر طول. نعم. الوقت لانه كمان بيرجع متاخر. تعال ناخد الصوره اللي وراه على طول عشان نوضح المشاكل. بص يا كابتن هنا ده عدلان قديورة من مباراة. نعم. الذهاب اللي جنب حسين الشحات كان هو اللي راجع يدافع في الجبهه دي وحسين سرق المساحه وراح وحط الكوره وتعاملوا معاها. دي الباك ليفت بقى يسري لوفي. نعم. هنا كوره برده بيرسي تاو. بص المساحات. بص الاربعه واقفين ازاي. تعال ناخد الصوره اللي وراها. نعم. عشان هتبان قوي من الكادر اللي وراه كمان. نعم. واحده هتبان ان الاربعه وهم واقفين ما بيوقفوش على خط واحد. بص المنظر. ما بين الباك والمساك. أيوه. في كهربا وفي بيرسي تاو. نعم. دي الكور اللي لعيبه الاهلي بكره لازم الاجنحه تكون. نعم. متمركزه هنا لو واحد. نعم. فتح الملعب التاني يخش يقف وسط الاثنين دول هيعرف يستلم. نعم. وهيروح. تعال ناخد اللي وراه كمان. نعم. عشان نشوف يا كابتن ازاي
الاهلي محتاج يضغط على مامادو سماكي، ده اللعيب رقم 6 بتاعهم اللي بيبنوا عليه الهجمه. اول رئه بتروح لهم قبل ما يطلع على بنغيس وعلى سلمي. الثلاثه دول لعيبه كره كويسين جدا. ده بس عنده مشكله انه اول ما بيلف بيضغط عليه الكره تقدر تستخلصها منه بسهوله. فاتمنى مهاجم الاهلي كهربا او لعيبه نص الملعب تضغط عليه ما تسلموش الكره. الكره هتتقطع منه هتتحول لهجمه. طبعا مختار بالخطر لسه بيفتح السبرنت عشان يروح. لقت الكره اتقطعت فبقى الراجل بره تمركزه. الكره هتروح وهتتلعب وهتتصد. جري اللي وراها عشان نشوف في نفس الماتش برضو هتلاقي مامادو سماكي بيضغط عليه والكره بتتقطع منه تاني طول الوقت. الراجل ده هو حلقه ضعف كبيره جدا عندهم في الطلوع بالكوره. لازم الاهلي يضغط على مامادو سماكي. بص يا كابتن هيستلم هنا في وسطهم هيلف وسط الفاضي خالص ده لوحده تمام. هيلف هيعمل ميس باس هتتقطع منه تتحول برضو الهجمه عليهم. لازم الاهلي يضغط على الراجل ده. طيب السؤال يا اسلام، هل الاهلي يبدا المباراه ضاغط ولا يبدا المباراه بحذر؟ ما هو ده سؤال مهم جدا. ابدا ازاي المباراه؟ طبعا هو الملعب بطريقه 4-3-3 ولا 4-2-3-1 ولا الدنيا ايه؟ انا متخيل الاهلي هيلعب بال 4-3-3 العاديه بتاعته تماما عشان التامين، وهي الفرقه حافظه الادوار كويس جدا. وانا بقول ان الاهلي هيعدي اول 15 دقيقه هيبقى في ضغط كبير وده الطبيعي من شباب بلوزداد، وبعدين يبدا يخش في الجيم. تخيلي فرقه بلوزداد دي لو ضغطت عليها هتعرف تسجل. لو ضغط الاهلي عليهم هيعرف يسجل. طيب ويبقى كيف يسجل الاهلي؟ المرتدات. انا بقى بشوف ان المرتدات هتبقى سلاح كبير جدا، لان هم واخدين الجيم ده ان الجيم اللي يديهم الصداره. مزبوط. فبالتالي في مساحات واسعه كتيره جدا. وامبا المهاجم الكاميروني لما بينزل يستلم هو لعيب الكواليتي بتاعه بالكره مش افضل حاجه، فهو دايما بينزل يستلم من الخطوط. هجام وقوي وسريع الحقيقه جدا. فالكره بتتقطع منه بتبقى هجمه مرتده. بص يا كابتن بقى المساحات الفاضيه اللي جايه قد ايه. الكره اتلعبت بقت كاونتر اتاك. ده كان ماتش مولديه وهران. بص المساحه، الراجل ده هياخد الخط هيفضل مكمل معاهم. تعالى نروح اللي وراها. وبعدين هيبص اللي جاي من هناك اليمين ده في ظهر الباك ليفت عشان تروح الكره دي وتبقى انفراد. وامبا مره ثانيه في نفس الماتش بياخد الكره بتتقطع منه وبتتحول الى تحول هجومي 1-2-3-4 والاحمر كله بره. كمل الهجمه اللي وراها. بقوا 2-1 يا كابتن، وفي 2 اهو عشان تبقى 2-2. الكادر اللي وراها هتروح للراجل على الشمال وهيشوط وهتقع من ايد حارس المرمى. وتبقى فرصه في منتهى الخطوره. هم لما بيهاجموا بيطيروا الباك ليفت والباك رايت. وفي 3 اللي بيلعبوا قدام وبيكمل 2. هم دايما بيبقوا 3 في الحاله الدفاعيه. الاهلي اول ما يقطع الكوره يلعب على الاثنين الاجنحه بتوعه في ظهر الباك ليفت والباك رايت في مساحات كبيره جدا. وانا اتخيل حسين الشحاتي يبقى ليه دور كبير جدا في الماتش ان شاء الله. كده اتكلمنا على مباراه الاهلي وشباب بلوزداد وكل التمنيات للنادي الاهلي بالتوفيق والفوز ان شاء الله. نفتح ملف الدوري العام لكن بعد الفاصل. عندنا الاهلي والزمالك ما لعبوش، بس قررنا برضو ان احنا نختار الافضل لانه مش هقدر ارحل الاسبوع ده. الله اعلم ممكن يتلعب سنه 2036 ما اعرفش يعني. فقلت ايه اللي في ايدينا برضو عم اسلام عصفور في اليد احسن ما 50 عصفوره على الشجره. تعالوا نبدا واحنا بنختار الافضل. افضل الاهداف وبناخدها من 3-1. الاهداف كلها جميله لكن هدف ناصر نجم الاتحاد اللي شفناه في طلائع الجيش بقالنا كتير ما شفناهوش في مصر. قوي وجون حلو. وان تاتش الكره ما ترددش. وبعدين مساحه قدها قوي. هو تحس انه حرك عدل جسمه. مزبوط. وعدل ضبطت جسمه. الكره راحت صاروخ الحقيقه ورد فعل ممتاز. شوت واحده بعدها بالشمال على فكره كانت خطيره جدا. برضو ولكنه ما جاتش في المرمى وكانت من الكرات الجيده. اذا محمد الشامي في الجونه، اسلام عبد الرازق في مودرن فيوتشر، وناصر في الاتحاد السكندري. بس الملاعب صعبه قوي يا اسلام. والله يا كابتن انا بجد مش عارف اقول ايه. صعبه جدا جدا. اتمنى ان احنا نخلي بالنا من الحاجات دي لان ده الكور بتاع بتاع الماتشات يعني. وملاعب كبيره كل الملاعب. احنا اتفرجنا على الاسبوع ده كل الملاعب للاسف الوضع. انا عارف ان في طبعا امطار وفي حاجات بس في الاخر كل الدنيا بتمطر. النوعيه بتاعت النجيره لازم تتغير يا جماعه. ده مهم جدا. الوضع صعب يعني. تعالوا نروح للتصديات.
لو تاخد رايي تصدي محمد محمود ماهر حارس البلديه اصعب من بتاعه عامر شويه. صح، واحنا بنتفرج قلت صعبه جدا، صعبه جدا، عامله بند ومن وفي زحمه وجنب اخر القايم القائم يا دوب برد فعله كويس. الولد ده بدا الدوري كويس وبعدين هوى شويه بالزبط. انا مبسوط انه بيستعيد فرصه وبيلعب برجليه كويس وبعدين قعد فتره ورجع تاني والنهارده عمل جيم كويس جدا. فاعتقد هو اللي هياخد بعد كده اكتر. نتمنى له التوفيق. عامر بس عجبني جدا ان الكوره قريبه قوي وطلع سبات. هو وقف ومسك الكوره هايل. يعني لا هايل، لا التصدي رائع ممتاز. بس ممتاز. انا بتكلم لو عرضتنا التصديين تاني او تصدي محمود ماهر بتاع البلديه ده مهم قوي لانه عامر خلاص خد رقم واحد مبروك عليه، لكن تسديدة من المكان ده في الحتة دي في الزحمة دي لا صعبة على أي حارس الحياة، فبنحييه مرة تانية. الكرة عملت بند وتحركت فكانت رايحة في الزاوية اللي هي إيه هتخدع أي جون وتخش. هنعرف نعرضها تاني. اتعامل معاه كويس جدا. طب أنا آسف إن أنا قلت لكم والله أصلا ما حدش بيرد عليا. ناخد أفضل لاعب أعزائي المشاهدين، وكان أفضل لاعب النهاردة مفاجأة. خلينا نتفق على اتفاق، لا هنقول نجم ولا هنقول مش عارف ايه ولا نقول كريستيانو رونالدو ولا حاجه، نقول في صاعد اسمه نادر فرج. صح، لاعب مبشر انه ممكن يبقى لعيب جاي. دي حقيقه، هي الحركه احنا بنشجعه النهارده باحسن لعيب، خامه كويسه. أيوة. لعيب واعد، لعيب مبشر، نتمنى له انه يفضل كده على طول ويتطور ويتحسن. نعم. بس قبل ما نقول عليه نجم الاسبوع اسمح لي، كابتن ايهاب جلال شابوه. لا بس يعني ليه بقى نادر ده هو بيديله كتير وبيثق فيه، والراجل يا كابتن بيعافر بكل حاجه الحقيقه. شهاب ده مش ممكن بصراحه. والله يعني يفحت. عجبني كمان حاجه في نادر، الجون ده والجون الثاني اللي اسماعيل اسست فيه برضه، دخل بقوه كانه هجام، طلع مزبوط. قبل الراجل قبل بيكم حط الكوره بدماغه وصنع. عامل جيم ممتاز الحقيقه. نادر فرج عن جداره يعني. اما افضل مدرب فكان يستحقها هذا الاسبوع. فضلت المنافسة بين كابتن إيهاب جلال وكابتن أحمد عبد الرؤوف إلى أن حسمها إسلام سامي لصالح كابتن إيهاب جلال. ليه؟ كابتن إيهاب يعني الحقيقة أنا بشوف على مدار الموسم الإسماعيلي تحسن جدا جدا على صعيد الأفكار واللي بيحصل جوه الملعب. النتائج ساعات كتير جدا بتعكسه. لكن هو بيلعب كرة حلوة وعنده أسلوب، والراجل ده داخل بإيقاف قيد، طلع منه لعيبة مهمة جدا في الصيف، طلع منه يوقع النور في الشتاء اللي هو اللعيب الأهم، طلع يوقع النور، وبعدين عمل صفقات لسه بيحاول يرجعها مره تانية بعد فك القيد، وبيلعب بلعيبه صغيره، بعدين ده اياد العسقلاني مشي من عنده. فكابتن ايهاب عنده افكار واضحه، الراجل متحمل ان بالقائمه بتاعت الاسماعيلي كانت مقفوله بالاضافات والتدعيمات القليله، بيوري حضرتك كوره محترمه بيلعبها الاسماعيلي، عشان كده لما بيكسب بيكسب عن استحقاق. صحيح. واضح جدا من تعبيرات وشه بعد الجيم قد ايه هو بيضغط. بس عندنا ظاهره اسوء الحقيقه، عندنا اربع كروت حمراء. طرد احمد شوشه لاعب الجونه بلا داعي خالص، وصلاح محسن بلا داعي. لا ده راح احتاج بعد الجون، وبعدين الراجل اداله انذار فضل يحتاج تاني احمر، بعدها صلاح محسن كان لسه نازل وعامل جون كارتين احمر. عبد الرحمن سمانه لا، عبد الرحمن سمانه اهو بص بلا اي مبرر. قول لي يعني جون والناس بتسنتر وجون صحيح، هدف صحيح ما فيهوش اي حاجه، يعني في ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. خالص. لا يعني يا كابتن هو في حاجه كمان بقى، معلش الاسماعيلي سيراميكا النهارده كميه خناقات في الشوط الاول بلا ادنى مبرر. ما هو ليه ما يعني جمهور لعيبه الاسماعيلي متعصبه ليه؟ ده كانوا كسبانين 2-0 والدنيا تمام. لعيبه سيراميكا ممكن تقول يعني ها اتشجوا فبدا الخناقات. عبد الرحمن مجدي بس حاجه سريعه، قلع التيشيرت بعد الجون الاول، بعد الجون الثاني اللي جاب وعمل واحده كان ممكن، وعمل واحده وجري بيها الاوفسايد، والاوفسايد طالع كان عادي جدا. ياخد طرد طبيعي، ناخد انذار طبعا، ياخد طرد لعيب خبره ولعيب ثاني طبعا. ده عبد الرحمن سمانه، وده يعني الطرد الوحيد اللي فاولين. طبعا احمد ياسر ريان برضو الكوره ملهاش اي لازمه، مش فاهم وسط الخناقه. مش طبيعه احمد ياسر ريان خالص طبعا، يعني مش طبيعه احمد ياسر. لكن احمد شوشه
وصلاح محسن لحد دلوقتي انا مش فاهمها طبعا. يعني مش عارف ليه، يعني حضرتك لما تعد الاربعه في ثلاثه المفروض ما يحصلوش اصلا خالص، المفروض ثلاثه ما يحصلوش، ما لهمش اي لازمه على الاطلاق. فريق الاسبوع يلا بينا، يلا بينا فريق الاسبوع كابتن. احنا رحنا لعمرو حسام حارس مرمى نادي زد، عمل ماتش هايل امام بيراميدز وجاي من بعيد عمرو، ما كانش هيلعب على لطفي جاب شد الراجل لعب. وعمرو حسام لما بيلعب عاده على طول حتى قبل زد الراجل شغال كويس جدا. ناحيه الشمال اسحاق يعقوبو باك ليفت البنك الاهلي لعيب ممتاز. احمد كالوشا ام بي واحد من افضل المساكين اللي موجودين في الكوره المصريه حاليا. مصطفى العش زد نفس الكلام باك ليفت ومساك ممتاز. احمد محمود لعيب الجونه المعار من الزمالك، هو سجل جون، هو لعيب كويس بقى بره الجون خالص، هو لعيب كويس جدا. نص الملعب ناصر الاتحاد السكندري جون ممتاز وجيم كويس، وناصر حجز مكانه في تشكيله الاتحاد. اسلام مرزوق لعيب بلديه المحله لعيب قوي من اول الموسم وسجل النهارده جون عالمي. محمد الشامي كالعاده واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين، قلنا مرزوق اسلام وبعدين محمد الشامي ممتاز. عبد الرحمن مجدي متالق جدا مع الاسماعيلي واحد من اهم اللعيبه اللي بيعتمد عليها كابتن ايهاب جلال. حسام حسن سموحه ضيع كره سهله وجاب جون حلو قوي قوي، تحركه ممتاز. واخيرا نادر فرج زي ما حضرتك قلت كده النجم الواعد عمل جيم ممتاز. مش الحقيقة النجم، اللاعب الواعد، اللاعب اللي طلعت نجم يبقى اللاعب الواعد. مفيش نجم خالص، ما انا اللي بيودي لعبتنا في داهيه يا دوب يلعب ماتشين كده يقول لك النجم. مفيش نجم، النجم ده لما يلعب له مثلا ايه 40 مباراه كده ويبقى مستوى دي الصده تاني عامله بند وجنب القائم ومسافه قريبه جدا، وقفته صح، تحركه صح، فردت ايده صح. الحقيقه هايل يا محمود يامار، تستحق شاره الكابتنه. بص المكان والتحرك والتحرك والبوزيشن والديسيجن زي ما بنقول، صعبه 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 جدا جدا جدا. برافو عليك يا ماهر. خلينا نروح لفاصل ونرجع اهداف وحراس. اهلا بحضراتكم من جديد، اهداف وحراس وما تخليناش نخبط في الناس. يلا لا من غير تخبيط ان شاء الله يا باشا. يلا بينا تعال نلعب يا كابتن. اول حاجه عندنا جوان كتير حلوه قوي الاسبوع ده، يلا بينا الحالات. هنبدا على طول باول لقطه جونين الاسماعيلي الحقيقه، يعني نادر فرج انا عاجبني كمان احنا كنا اتكلمنا عليه. فحلو جدا ان انت تتفرج على الجون يا كابتن. بص الجون التوقيفه بالسنده بدماغه والفينش ممتاز ممتاز. طبعا بسام عنده بدلك كره عدت، هو بسام عنده بدلك وعنده غلطه. حتى كنت اتفرج مع الكابتن وليد صلاح، ما يا جماعه تسيبونا نعرف نتكلم يا اما بلاش نعرض، يعني عايزين نعرف نتكلم على الكوره يا اما خلاص انا ايوه كده بعد اذن حضراتكم من فضل حضراتكم انا حتى نعقب بس يعني. فبص هي بتتلعب يا اسلام هتلاقي بسام طلع اوش ده واقف بره خالص، كان متخيل انها هتبقى في ظهر بيك بالظبط كده، بس ده اللي خلت البوزيشن بتاعه مش مظبوط. بسام طلع بدري بس طلع بدري، هو لعب على اساس انها هتعدي لكنه الطلوع فوق والوصول كده خلت الكره يعني صعبه على بسام، لانه هو بوزيشن هو مش عارف هو فين. ما بقاش بقى يعني مش متمكن كده تقول بسام حيران، بسام لكن الشوطه هنا صعبه جدا، الناس الكره بتيجي ما بين رجل الجون فالناس جايه محملها للحارس ابدا، دي اضعف منطقه واصعب منطقه يعني. لكن هو بس لو كان ورا شويه كان ممكن يتعامل معاه، هيتعامل بشكل افضل شويه. الجول الثاني للاسماعيلي انا عاجبني بقى في حاجه كابتن نادر فرج لما الجون اتعرض، نادر فرج دخل زي الوحش ما شاء الله الله اكبر، خلاص بنجيب الجون الثاني، جاب الكوره جاب الكوره من فوق يعني دي ده الجون من بدايته ده لا جرينا بقى تعالى نطلع على الجون على طول. عجبتني جدا ان هو اخذ الكوره قبل بيكهام، كان عنده اقدام والاثنين البري اسيست من الاثنين من عمر سعد. بص يا كابتن نط مستني، بص بيكهام دي غلطه بيكهام في الاساس 100% طبعا، والتصرف الممتاز من نادر وفينش طبعا لا يسال عنه محمد بسام هنا اللي يتحمل الجزء ده، شطاره المهاجم وغلطه بيكهام مليون في المية لانه ضمانها جدا جدا. الكوره طبت وسابها طبعا. بص يا كابتن طلع من فوقيه جاي واخد الجامب حط الكوره ودى الثاني هو كل أربعة تعالى ناخد اللي وراها اعتقد اللي وراها هيبقى جون ناصر جون الاتحاد السكندري سريعا احنا اتبصينا عليه وبعدين نروح لبقيه الحالات لان في لقطه مهمه جدا في مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش. فتعالى ناخد بقى الحالات الثانيه بتاعت الاتحاد السكندري عشان نبص على ناصر ونشوف يعني هو سريعا كره الجون احنا شفنا الجون ده في الافضل على فكره هو بص يا كابتن المساحه قريبه ازاي. بص بقى انا بقول لحضرتك ايه، بص قريبه وكم واحد جاي عليه
والراجل عدل جسمه صاروخ. انا بس اللي عايز اقوله لك انه شعبان في الـ في الـ في الـ في البوكس ما يعملش اكتر من كده. ما فيش حاجه لانه تانية. في بوكس مثلا في اعتقد الجون اللي في الاتحاد السكندري البوكس الاولاني كان ممكن مهدي يتعامل احسن من كده شويه لو معانا الجون ده. بص بقى دي يا كابتن هنا لا دي ممكن بس لما نعيدها تاني. بص حضرتك كابتن الكره دي بص تعامل شعبان هنا ازاي. ايه راي حضرتك بص في التصدي ده. بص والله انت غششتني قلت لي الشمس انا ما عنديش لا معلش والنبي رجعها تاني عشان دي كانت لقطه وناس كتير اتكلمت عليها. انا متخيل بجد ان هي الشمس لان هو شعبان جون كويس جدا. مستحيل تكون الكره جايله كده من عبد الغني محمد ومن عمرو صلاح ويكون واقف بيتفرج كده. ده مش شايف جايز يعني ما عنديش. انا تخيلي كده تخيلي كده. لا مش ده. لا انت عارف قصدك على جون طلائع الجيش اللي في الاتحاد. جون طلائع الجيش بالمناسبه عبد الغني محمد عامل ماتشات اخيرا كويسه جدا جدا. شفتوها يعني لازم يتخصم له يتخصم له يعني. انا عايز جون طلائع الجيش الثاني الاولاني الثاني بنالتي الاولاني. ما هو سيف ثقه الاولاني كان اسلام ابو سليمه الاولاني اللي هو بالعرض. انا بنقول حاجه وهنا حاجه تانية. بص يا كابتن انا بس عاجبني جدا اسلام مرزوق الحقيقه. جون الكره اللي اتعملت بالعرض يا جماعه والمهدي عملها بالبوكس وابو سليمه جابها في نفسه. ايوه انا عايزها من ساعه بالعرض بقى من ساعه بالعرض عشان نعرف التعامل مع بالبوكس عامل ازاي. بص بقى بص يا عم اسلام كره بسيطه جدا بالنسبه لمهدي سليمان يمسكها وينام بيها ويعمل كل حاجه ما فيهاش مشاكل خالص. بوكس سهل هنا دايما بقوله الناس يعني طبعا هو بدلك في اسلام مليون في المية لكنه امسك حضرتك قلت اللي محتاج يتخصم له المهدي سليمان المهدي يعني لان الجون الثاني غلطه هو كابتن طارق العش في المباراه دي. الدفاع ورطه في المباراه يعني كانوا مش موفقين. الحقيقه تعامل جنش في الكوره دي يعني بص الكوره اتلعبت اهي بالعرض طلع الديفنس. بص بقى كابتن جنش هو بيجري ورا الكوره. انا مش عارف هل المفروض كان يروح بايديه. هو طب ليه بيروح برجليه؟ هو خاف من البنالتي. ما خاف من البنالتي بس من يعني انا متخيل ان هو لو نزل اخذ الكوره بايديه ممكن تكون بعيده عنه. بس الحقيقه اسلام مرزوق ما كانش حد يتخيل هو هيعمل ده بالهدوء وبالتمكن ده. يعني عارف ايه ممتاز محتاجه شويه هدوء من جنش. من جنش شويه هدوء. الجون ده كورنر اول جون ليو انور غلطه الهاني سليمان وغلطه الرقابه بالمناسبه. البوزيشن وحش والرقابه طبعا. وحشه بص حضرتك الرقابه بص يا كابتن اللي هيطلع بص ياو انور في كادر وراه هتلاقيه جري وقف وقام طالع ناطط وهو الواحد. بص حضرتك الراجل المهاجم يعني متخيل ده مين ماسكه ده ابدا ولا حاجه. بص لوحده خالص وفين الهاني. الرقابه جيده والراجل طالع تمام وبقت صعبه. ما كانش موفق فيها مغربي ابدا في الرقابه في الكوره دي. نورتني وشرفتني حبيبي يا كابتن. انا اللي ببقى سعيد بحضرتك دايما. التوفيق للنادي الاهلي بالانتصار ان شاء الله اليوم. شكرا اسلام سامي. اشكركم اعزائي المشاهدين. بشكر فريق العمل كده. تمام سلام.